تحد جديد تشهده منافسات دوري الدرجة الأولى للمنطقة الوسطى لكرة السلة والتي احتضنتها قاعة النادي الأرمني في بغداد. المباراة الأولى شهدت لقاء فريق نادي الخالصي بفريق نادي الوحدة من الأنبار الفريق الأنباري، وبرغم فرحة إدارة ناديه بعودة الروح للرياضة محافظتهم التي عانت من الإرهاب في الفترات السابقة، إلا إن لاعبيه لم يتمكنوا من الوصول لعدد النقاط التي تفوق فيها فريق الخالص بعد أن أحكم السيطرة على أجواء اللقاء ليخرج فائزا بنتيجة 56 نقطة مقابل 41. نتمنى من الله سبحانه وتعالى السيد الوزير الشباب والرياضة ينظر إلى محافظة الأنبار، ينظر إلى الأندية، عدم ما انطانا أي منحة رياضية لحد الآن بعد تحرير الأنبار، ووعدنا قال الأنبار بتتحرر. أنا لي شخصيا أزور الأنبار، لا زار الأنبار ولا انطانا منح للأندية. احنا طموحنا للدوري الممتاز، نطمح هواي، بس الوضع المادي حيل ما يساعد، بس الله كريم نقول إن شاء الله، يعني الجهود موجودة بدياله واللي نادي الخالص ان شاء الله الله كريم نصعد. رمادي كان وضعه انتم تعرفون مو زين، وهسه الحمد لله وشكر رجعت والف الحمد لله وشكر، بس بدا التجمع صارت بطوله حلوه، وجينا احنا من رمادي نشارك في هالبطوله لان كل النادي نصير يعني مثال ان شاء الله. اللقاء الثاني جمع فريقي ثوره الكركوكي وسامراء، فمباراتهما شهدت منافسه اكثر اثاره ونديه من اللقاء الاول، فلاعبو فريق سامراء استطاعوا من الاعتلاء بالفارق منذ بدايه المباراه بعد ان احكموا القبضه بالنقاط على مجريات الأحداث بعد أن وصل الفارق بينه وبين منافسه الثورة لعشرين نقطة في نهاية اللقاء الذي انتهى سامرائيا بثلاث وخمسين نقطة مقابل 35 للثورة الكركوكي الذي شكى لاعبوه من فقر الوضع المادي لفريقهم. فريق قدم العليه واللقاء كان قوي، بس احنا فريقنا ينقص اللاعبين الارتكازية وضعف الإمكانات المادية، فريقنا ما عنده إمكانات مادية، احنا شاركنا بس كإثبات وجود يعني صراحة، وان شاء الله نقدم علينا المباراه القادمه، ان شاء الله الفريقين الباقيين بالمجموعه يعني شويه مثل مستوانا. فريق سامراء جاهز يعني، كان من ناحيه اللاعبين الارتكازيه والزوايا والميكريه فريق جاهز يعني. كان تجمع من جميع المحافظات، وصار التجمع هنا بقاعه الارمني وبقاعه الشعب، والحمد لله ماكو تفرقه من جميع المحافظات، لا من جنوب ولا من شمال ولا من وسط، والحمد لله هذا انجاز قبل اللاعبين والمدربين و حققنا هذا الفوز والحمد لله. بعيدا عن تفوق فريق الخالص على الوحدة الأنباري وسامراء على كركوك، فإن تواجد ممثلي أربع محافظات في بغداد وهي صلاح الدين وديالة وكركوك والأنبار يعطي دلالة واضحة أن الرياضة هي من توحد وتقرب البعيد. كريم درويش، الحرة، بغداد.